بكم من جديد. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد البرودة جنوب البلاد. هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء. هناك أيضا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، واتجاه رياح شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين. اتجاه رياح شمالية غربية أيضا. وعن التوقعات المنتظرة للأيام القادمة تشير إلى عدم وجود تغيرات جوهرية في حالة الطقس. وعن التوقعات المقبلة للثلاثة أيام القادمة نبدأها من العاصمة القاهرة، الثلاثاء 11 و21، الأربعاء 11 و21، وأيضا الخميس 12 و22. ونتحول إلى مدينة شرم الشيخ، الثلاثاء 15 و25، الأربعاء 15 و24، وأخيرا الخميس 15 و25. ونتحول إلى محافظة الأقصر، الثلاثاء 8 و25، الأربعاء 9 و26، وأخيرا الخميس 9 و25. ونتعرف الآن على درجات الحرارة المتوقعة بمختلف مدن الجمهورية. نبدأها من القاهرة 11 و21، الإسكندرية 11 و20، دمياط 12 و20، بورسعيد 13 و20، العريش 9 و19، رفح 9 و19، الإسماعيلية 9 و21، السويس 10 و21.